المؤتمر التاسع للجمعية الوطنية لعلم السكر والغدد الصماء بعد 3 أيام اختتم بنجاح، وذلك بحكم المختصين والخبراء الذين تعرضوا لآخر التكنولوجيات والعلاجات في هذا المجال. تطرقنا في هذا المؤتمر لمشاكل السكري، مشاكل الغدد، توصلنا لنتائج جيدة في علاج السكري، في علاج أمراض الغدد. انتهت الدورة بنجاح. Et je trouve vraiment très très instructif ce qui se passe ici et aussi très enrichissant pour nous et pour l'avenir de voir comme les choses veulent se mettre en place en Algérie pour que ces patients puissent avoir accès à plus de technologies, en particulier les capteurs du glucose qui deviennent maintenant quelque chose de très important pour le suivi des glycémies de ces patients. J'ai vraiment été frappé par une grande vivacité des idées, un dynamisme surtout aussi au service des patients. رئيس الجمعية لخص أهداف المؤتمر في ضرورة وجود الطبيب الجزائري في مستوى نظرائه من أجل تكفل أمثل لمرضى السكر والغدد. الخلاصة التي نقدمها أن الطبيب الجزائري يجب أن يكون من حيث مستوى المعلومات والمعرفة العلمية في نفس نظرائه، سواء كان في أوروبا أو أمريكا، أن يكون فيه توافق مع الإمكانيات الموجودة من أجل الهدف الأسمى وهو التكفل الأمثل والأحسن بالمريض الجزائري، التكفل الذي يسمح بتفادي المضاعفات، وهذا بفضل يعني مداخلات قدمت من خبراء دوليين من بلجيكا وأيضا ورشات حول التكنولوجيا الحديثة بالتكفل بداء السكري من النوع الأول، من مضخات الأنسولين، من المراقبة المستمرة والدائمة لنسبة السكر في الدم عن طريق دي باتش التي يمكن وضعها على مستوى اليد بدون الوخز المتكرر. هذا المؤتمر مكن الأطباء الجزائريين والمختصين في داء السكر والغدد من الاستفادة ونقل التجارب إلى أرض الواقع لتخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمات أمثل في هذا المجال.